حتى لا نظلم رجل ونغيبه في هذا اللقاء الممتع دكتورة لبنى، أنت كنت محظوظة بوجود رجال في حياتك أحاطوك دعموك ومنحوك مساحة كبيرة حتى تصبحي ما أنت عليه اليوم. والدك أولا، أساتذتك في الجامعة، زوجك رحمه الله. لكن هناك نوع آخر في المقابل، من يضيق الخناق والمساحة على الابنة، على الزوجة، على الأخت، ويمنحها من تحقيق ما تصبو إليه وتحقيق ذاتها. ماذا تقولين لهؤلاء؟ بقدر أحكي لهم للرجل، أنا منك وإنت مني، ضعفي ضعفك وقوتي قوتك، الأجنحة اللي بطير فيها بحمل حالي وبحملك. أنا ما بدي إياك تخليني قوية لأني أنا قوية، أنا بدي تعطيني المساحة لأظهر هاي القوة، ولما أظهر قوتي تأكد قوتك رح تظهر. لا تعيقني، لا تعيقني. كنت كتير محظوظة وما زلت محظوظة بكتير رجال دعموني وأحاطوني، ويمكن من الأكثر الأشياء اللي بضلني أحكي فيها الرجال اللي قابلتهم في حياتي اللي دعموني، سمحوا لي أكون أنا، ما حاولوا يغيروني.